كانت أعزائي المشاهدين هزيمة أمام سيراميكا 0-3 في الأسبوع رقم 18. هجمة مهارة حسين السيد، عاوز يعدي حسين، عدى حسين والعرقلة وركلة جزاء، وركلة جزاء لصالح النادي المصري. على طول حسين السيد بمهارة فردية عالية جدا، عدى من واحد، عدى من الثاني، ادي المهارة وادي اللمة ثم السقوط والعرقلة من عبد الرحمن مجدي، وعرقلة موجودة من نصيب حسين السيد، وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء حاليا لصالح النادي المصري البورسعيدي. الركلة بقدم اكيد اللاعب التونسي الياس الجلاصي المتخصص في هز الشباك من ضربات جزاء. الياس هذا الموسم سجل مع المصري 3 أهداف والثلاثة كلهم من ضربات جزاء. ركلة جزاء رابعة لنادي المصري في الدوري في هذا الموسم، وركلة جزاء 6 على الإسماعيلي في الموسم الحالي. الركلة بقدم النجم التونسي الياس الجلاصي، ركلة جزاء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء. الياس وجها لوجه أمام مين؟ أمام الحارس محمد كوكو. هذا الياس، الياس، الياس الجلاصي ومحمد كوكو حارس مرمى 2-2 للشيء المصري. تركيز من الياس وترقب من محمد كوكو الحارس. كوكو والياس، الياس الجلاصي حطها جميلة، جول. الهدف الأول، الهدف الأول للنادي المصري بركنة، ركلة حلوة قوي وحطها حلوة قوي، حطها جميلة جدا الياس الجلاصي، حطها جميلة على الشمال وعلى طول محمد كوكو يروح على اليمين. الهدف الأول للنادي المصري، هدف تقليص الفارب في الدقيقة يا سادة 73